الاقناعي الحياه فيه. شكرا لك. معي في البلاتو سي فتحي زقيره محلل سياسي. مرحبا سي بلال، احتراماتي. مرحبا بك سي فتحي. مرحبا بك. اي ربي فضلك. عايش سي بلال، كنت دخلت معنا في عده مناسبات، حكينا على الاوضاع اللي مروا بهم الاساتذه النواب، على المسار التفاوضي، على الاشكاليات اللي تعترض العمل نتاعكم، وكل من اجر من منح وغيرها. اليوم كيفاش ترى هذا الاتفاق اللي تم يعني البارح؟ هل يرضي الاساتذه النواب في النقاط المتعلقه بهم؟ والله بالنسبة لنا نحن الأساتذة النواب، بعد 4 شهور مقاطعة، بعد أكثر من 10 تحركات وطنية، بعد سلسلة من الاحتجاجات في كامل الجمهورية، المندوبيات ولا أمام مقر وزارة التربية، نحن انتظرنا أن وزارة التربية تتفاعل إيجابيا مع ملف الأساتذة النواب، بحكم أنه النقطة الأساسية في اللائحة المهنية للجامعة العامة للتعليم الثانوي هي حل نهائي للملف، بمعنى انتداب الأساتذة النواب على دفعات من 2008-2023. تمنينا أيضا تصفية وغربلة القاعدة البيانات الأولى 2008-2016 وإدراج نواب ما بعد 2016-2023. ونحن مطلبنا الأساسي من وزارة التربية ومن الحكومة التونسية هي اتفاقية شاملة تضمن حقوق الأساتذة النواب من 2008-2023. بالنسبة لنا نحن نرو اتفاق منقوص، اتفاق لا يضمن حقوق الأساتذة النواب من 2008-2023. نحن طلبنا كذلك بإيجاد حلول للإجازات التطبيقية التي لا تخضع الأمر 3123، إيجاد حلول للأساتذة النواب الذين بلغوا من العمر 50 سنة، وكذلك تفعيل التغطية الصحية. نحن اليوم ننتظر في الاتفاق النهائي ما بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، ننتظر أيضا تفعيل إيجابي لهذا الاتفاق، اللي الاتفاق بكل تحفظ مشي حبيناه يشمل الأساتذة النواب من 2008-2023. بالنسبة لقرار المقاطعة سي بلال اللي اتخذتوه، معناها عندكم عدة أشهر، شنو مصيره اليوم؟ باش ترجعوا ولا شنو؟ معناها شنو باش تعملوا بالضبط؟ بالنسبة لنا نحن فمش معنا، نحن علقنا المقاطعة بحكم نسبة المقاطعة ضعفت في كامل الجمهورية. نحن استبشرنا خيرا بالسيد محمد علي بغديري انه يحل الملف للأساتذة النواب. نحن ما حشناش تحسين العقد او تحسين وضعية العقد العبودي اللي كنا نخدمه به كأساتذة متعاقدين. نحن طلبنا نقطة أساسية في المطالب المهنية للجامعة العامة للتعليم الثانوي بحل نهائي للملف عبر تسوية شاملة من 2008-2023، بحكم عدد الشغورات اليوم في وزارة التربية تتجاوز 10,000. طلبنا أيضا لأنه ما تنجمش تكمل المدرسة العمومية بأساتذة النواب يعيشوا في وضعية مهنية هشة، يمكن تحسين الوضع، يمكن ننتظر كذلك. نحن في انتظار محضر جلسة الاتفاق بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية لنشوفوا الخطوات الأخرى اللي مش نتخذها من هنا فصاعد. واضح. سي فتحي كان عندك سؤال بسرعة. سؤال معناها بسرعة لسي بلال. سي بلال هو بيدهم حتى في إطار الحديث عن معناها الظروف التي حفت بهذا الاتفاق، واللي بالفعل معناها هم بيدهم يقرون معناها جميعا كل الأطراف تقر بأنه معناها منقوص، لكن الظرف، عرجوا على الظرف الاقتصادي العام وعلى خاصة الظرف المالي معناها في تونس، لأن مرتبطة الحكاية معناها بإمكانيات مادية. أحببنا مكرهنا، على كل حال أنتم قابلين توا معناها باش معناها يتم اختتام السنة الدراسية في أحسن الظروف، قابلين معناها بهذا الإجراء مبدئيا؟ أستاذ فتحي نحن رانا كي قطعنا الدروس، نحن رانا فرضت علينا المقاطعة، فرضت علينا الخروج من الأقسام لتحسين الوضع أو لانتداب الأساتذة النواب على الدفعات. نحن اليوم غضب القواعد الأستاذية على هذا الاتفاق اللي روح اتفاق لا يحقق مطالب وما وتطلعات المربي التونسي. نحن طلبنا أيضا بتحسين الوضعية المهنية والوضعية المادية للمربي التونسي في ظل الوضع الراهن، في ظل ارتفاع الأسعار لجميع. نحن كي طلبنا وكي قمنا باحتجاجات وتحركات وطنية سيبيلين. نستسمحك نرجع بعد أذان صلاة الظهر نكملوا نقطة هذه وغيرها من النقاط. نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القيروان وما جاورها.
تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والأجر والثواب. عودة إلى موضوع الساعة وهو الاتفاق بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية. كنا نحكيه مع سي بلال المسعودي المنسق الجهوي للأساتذة النواب في القيروان على حيثية هذا الاتفاق في علاقة بالنواب. وكان يسأل فيك سي فتحي سي بلال بأنه هل الاتفاق هذا هل يرضي اليوم المعلمين النواب؟ تراوه مجدي، تراوه يفي بالالتزامات ويفي بالتعهدات اللي تم قطعها في تسوية ملف النواب؟ ألو، مرحبا بكم، مرحبا مرة أخرى بكل مستمعي الحياة فيها. شكرا لك. بالنسبة لنا نحن كما قلت ووعدت معنا أنه اتفاق مرقوص، أما النواب ما بعد 2016 كذلك ل 2023 اللي هم يأدوا في وظيفة التدريس منذ 2016 لهم 7 سنوات، أنا تمنينا أنه التسوية تكون شاملة من 2008-2023. مش معقول أنه أستاذ متعاقب لي 7 سنين يقوم بوظيفة التدريس ولم يقع بعد بيانات ثانية النواب 2016-2023، ونعرفه اللي ثم شعب أفرغت من القاعدة الأولى. دونك نحن طلبنا بالمرور إلى القاعدة الثانية اللي هي نواب ما بعد 2016. واضح، إذن معناها ننتظر التنفيذ وتطبيق يعني هذه النقاط، وإن شاء الله يتم تسوية بقية معناها الأمور العالقة بين النقابة وبين وزارة التربية لحل هذا الإشكال. شكرا لك سي بلال المسعودي المنسق الجهوي للأساتذة النواب في القيروان.